اسحبوا لي على متسابق، اسحبوا لي، احنا ما يدري سلطان ان يهمنا تهمنا هذه النسخه. تدري شبي؟ تدري شبي يا ابو علي؟ ما عاد لي نفس بالله. لا عاد تقول لي شيء، لا عاد تقول لي شيء. اسحب عندك يا صالح، عندك الله يهديك يا سلطان. اسحب لي من التاج متسابق. سم طال عمرك سم يا اخي، انا كنت اتمنى الاعتذار، وترى الاعتذار والله ما كان خلاص، ما كان بيضرب خلاص لن يعتذر، ما كان بيضرب. انا قلتها سلطان، قلت طالت وشمخ. لا بعدين هو يقول بعتذر عشانك انت، وش اللي عشانك يا اخي مو باعتذار ذا. انا اذا ما اعتذر قناعه، انا ما ابغى يعتذر علشاني، انا ابغى يعتذر قناعه منه، تواضعا منه. الله من كثر والله امانه انا ما اتوقعها منك. كيف اب روحي لنسخه زي كذا؟ من قال لك انها بروحي؟ لا ما هو باب روحي ذا، الحمد لله اب روحي. بتشوفه بكره. طيب تسمح لي اسحب بكره؟ انا جاهز اسمي. اي جاهز. وازع آل هشام. ها؟ شو اسمه؟ آل هشام. دقيقه. اي هو وازع نفسه. وازع آل هشام. آل هشام نعم. وازع، حطوا الكاميرا على وازع. حط الكاميرا. وينك يا وازع؟ من؟ والله اني ما ادري يا اخي. راحت. وازع وين؟ نايم. وينك يا وازع؟ سعد بن فيصل البارح راقد. ما ادري والله من اتوقع. لا تلوم، لا تلوم، لا تنوير. اي من نوير اتوقع. جالك مرحبا يا وازع، الله يحييك، ترحب بالحياة. علمه بالمئة نقطة. تستاهل يا وازع 100 نقطة من جمهورك الكريم، وجه تحية لجمهورك. طبعا الاسم الثاني عندي انا يا اخوان اعزائي المشاهدين، اعزائي المتسابقين، الاسم الثاني راح نواف بن فرزان من زهراء، ويستاهل 100 نقطة. الله يوفقك، تستاهل كل خير، تستاهل يا عزيزي. تفضل يا ابو علي. والله مالي نفس، اقسم بالله، لكن اسحب الطارق يا رجال. تقديرا بس للجمهور، والله تقديرا للجمهور. عبد العزيز المسفري، حطوه على الكاميرا على عبد العزيز. عبد العزيز المسفري من اف ام. تتوقع لو انها جاء تصويت لسلطان تعطي اياها يا ابو علي؟ في شيء ابغى اقوله، انا ما ابغى اتكلم في سلطان نهائي. راح تكلم.